تتعرفوا اللوجيستيك هي قطاع حيوي عنده جوج ديال يعني الايجابيات او جوج ديال الفعاليات. من جهه هو داعمه للقطاعات الاخرى الاقتصاديه تكون لا التجاره ولا الصناعه، ولكن هو بنفسه تيخلق الثروه وتيخلق فرص الاستثمار وفرص الشغل. هذه المنطقه هذه تتنشاها الوكاله المغربيه للتنميه اللوجستيكيه بشراكه مع جهات شوشمسا بغلاف مالي بالنسبه للشوط الاول ديال 350 مليون ديال الدرهم. الاشغال الحمد لله وصلوا بواحد الوتيره جد مريحه، ونرتقبوا بانه هذه المحطه غادي تكون موجوده ان شاء الله في التالي ديال السنه باش يبداو الاشغال ديال البناء ديال يعني المخازن وكل المعدات اللي غادي تجي فوق منها ويبداو الخدمات اللوجستيكيه في هذه المنطقه هذه ديال المحطه اللوجستيكيه اللي تشن سنه 2021. حنا بينتو دابا على مقربه ديال نهايه الاشغال، لذلك اليوم كاين واحد الزياره ديال السيد الوزير ديال النقل واللوجيستيك. اليوم هي زياره واش لوقف على مدى تقدم الاشغال وانت كذلك نسبه الانجاز ديال الاشغال اللي اكد السيد عامل العمليات سكاني تملول ان الاشغال ستنتهي نهايه شهر اكتوبر من السنه. هذه المنطقه اللوجيستيكيه اللي الاول من نوعها هي ديغنيغ جينيراسيون اللي غتضم ديزون ديال فريغوروفيك، وغادي يكون فيها دي باركينغ وكذلك واحد العدد ديال الوحدات ديال استقبال مختلف السلع والبضائع اللي غتجه نحو افريقيا والصحراء. اليوم عرف الورشه المنطقه اللوجستيكيه بايت ملول زياره السيد وزير النقل واللوجستيك بمعيه السيد والي جهه تسمسا والسيد عامل عمليه انزكاري ملول السيد رئيس جهه تسمسا والسيد المدير العام للوكاله الوطنيه لتنميه الانشطه اللوجستيكيه. الهدف من هذه الزياره هو الوقوف على سير الاشغال وتقدم الاشغال ديال هذا المشروع. تذكير في ان هذا المشروع تبلغ المساحه ديالو 45 هكتار ويضم انشاء منطقه لوجستيكيه ستخصص لاستجابه الحاجيات اللوجستيكيه لجهه سوسماسا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين بهذه المنطقه. بلغت نسبه تقدم الاشغال 60% الى حدود ابريل 2023، ومن المرتقب ان يتم الانتهاء من هذه الاشغال ان شاء الله في نهايه 2023.